يعني الآن من أمام وزارة الصحة العراقية لليوم الثالث الكوادر الصحية معتصمين أمام الوزارة يطالبون بالتعيين المركزي. مطلبهم هو المباشرة، وكما تعرفون هذا حق مشروع، حق دستوري. مستمرين يعني مصادف اليوم الأربعاء 2020 15/7. الحقوق تؤخذ ولا تعطى. كما تعرفون اليوم البناية مغلقة بأمر خريجين الكوادر الصحية. مستمرين، لا نتراجع لحين تحقيق التعيين للطلب.